تتوالى المنح الربانية والهبات الإلهية على الأمة الإسلامية، فلا تكاد تنقضي نفحة حتى تعقبها أخرى. هذه المرة هلال محرم هل علينا ببركاته مستهلنا السنة الهجرية الجديدة 1442. شهر الله المحرم هو مفتاح السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. هذه السنة تؤرخ لحدث عظيم، وهو حادث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. والهجرة أمر إلهي قلب موازين المجتمع، بحيث بهذه الهجرة أسس النبي عليه الصلاة والسلام لأول دولة الإسلام، دولة الحق والعدل. شهر نجى فيه الله موسى عليه السلام من فرعون، وحرم فيه القتال، ولا يزال الجزائريون يحتفلون به تعبيرا عن تمسكهم بدينهم وعاداتهم. يديروا مكلة محرم، واحد يدير رشتة، واحد يدير طعام، كل واحد وش يدير. هذه عادة الجزائريين. احنا الحمد لله محرم تاعنا على بالك واشن، فيها صدقة، فيها الرحمة. هي إذن رسائل نورانية من شريعتنا الغراء تمس السنة الهجرية الجديدة التي تستهل بشهر الله المحرم وتختم بشهر ذي الحجة آخر الأشهر الحرم.